السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم نوع من الحلويات حلو جدا وراقي جدا، هو الملفي. في محلات مشهورة جدا بيه، وهي محلات العبد للحلويات من اطعم واحلى الحلويات، وانا عاملاه النهارده بطريقة قريبة جدا منها. تعالوا نشوف المكونات ايه. عندي هنا قطع ملفي، وعندي كوباية لبن، معلقتين كاستر، عندي نص كيلو مشمش، وكوباية سكر صغيرة. هما ليهم طريقة معينة في المشمش اللي بيبقى فوق الملفي، فانا هعمله بالطريقة دي وهتعجبكم ان شاء الله اول ما تجربوها. عندي هنا الملفي زي ما انتوا شايفين، انا فتحته نصين عشان اعرف احشيه بالكريمة اللي هعملها. ممكن تعمليه تورتة ملفي، وممكن تعمليه قطع جاتو ملفي. اول حاجة هاخد المشمش بتاعي واحط عليه كوباية السكر الصغيرة، مش هحط عليه نقطة مية، وهحطه على النار. ودلوقتي عندي كوباية اللبن، وهحط عليها معلقتين الكاستر. لو موجود عندك باستر كريم يبقى مش هنحتاج الكاستر واللبن، هنستعمل الباستر كريم على طول ونحطه على الكريمة، ولو مش موجودة هنستبدله بكوباية اللبن ومعلقتين الكاستر، هيدوني نفس النتيجة. دلوقتي انا حطيت المشمش على النار، هوطي عليه واسيبه خالص لغاية ما احس ان هو دايب كده وخلاص استوى والسكر داب معاه. بعد كده، بعد ما حطيت الكاستر على النار وخلاص استوى معايا، عندي كوباية لبن وكوباية كريمة، حطيتهم على بعض وضربتهم وعملت كريمة. هبدأ بقى اخد كريمة، كريم شانتيه او موس فانيليا، وافضل ان انا اقلبه. هيديني نتيجة الباستر كريم بالظبط، طعم جميل جدا جدا وقوام كريمي وحلو قوي. هدوقه، لو محتاج سكر هحط معلقتين سكر بودرة. هكمل بقى الكريمة بتاعتي وهسيب منها حبة صغيرين جدا عشان ازوق بيها الوش. هبدأ اقلبها كويس قوي قوي كده، تمام جدا جدا. هبدأ بقى اجيب الملفي بتاعي، انا فتحته زي ما قلت لكم. عندك كيس حلواني هتبداي تحشي بيه، لو ما عندكيش بالاكياس العاديه. انا حطيت هنا الكريمه اللي انا كونتها، وابدا ان انا احشي بيها الملفي. عايزه تكتري في الكريمه كتري، عايزه تقللي براحتك خالص خالص. طريقه حلوه جدا وسهله جدا. قطعه الملفي مكلفه جدا، انما انت لما تجيبي ملفي او تعمليه بايديكي، طبعا طريقه الملفي صعبه شويه، صعبة شوية في التطبيق، وان شاء الله هبقى اعملها في القناة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الحشوة. هبدأ بقى اخد المشمش اللي انا عملته بعد ما ضربته في الخلاط وحطيت عليه معلقة نشا، هسيبه يبرد، وبعد كده هزوق قطع الملفي بتاعتي. يبقى بعد ما احطه على النار بكوباية السكر هسيبه لما يطرى والسكر يدوب فيه، وبعد كده هضربه في الخلاط واحط عليه معلقة نشا واعيده على النار تاني يربط، وبعد كده ازوق بيه الملفي. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا ازوقه بسباتيول او معلقة، اي حاجة احاول اخلي السطح مستوي بتاعها. وعندي هنا كريمة، زي ما انا قلت لكم ان انا هسيب حبة كريمة عشان ازوق بيها الوش. هبدأ بقى ان انا ازوق الوش بتاعي. طريقة سهلة جدا وموفرة جدا، انتوا عارفين ان الملفي غالي جدا. هبدأ بقى بشوكة اوزع الكريمة، شايفين زي قطع الجاتو اللي بره بالظبط. هبدأ بقى ان انا اقطع الملفي بشويش خالص، ومن الاحسن ان انا احطه في التلاجة او الفريزر 10 دقايق وبعد كده ابدأ اقطعه. شايفين القطعة عاملة ازاي؟ طبعا هيعمل معايا كمية حلوة جدا، ينفع ان انا اعملها في اعياد الميلاد. شايفين الجمال؟ شكله حلو جدا وطعمه حلو جدا، هيعجبكم قوي. ايه رأيكم؟ لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله.